بسمة أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة شخصية أنا مريت بيها في حياتي. أنا بحب كل يوم أذكر ربنا وأعيش مع هذا الذكر، وبحب أبدأ بالاستغفار، أقعد أستغفر كده 100 مرة 200 مرة. المفروض أن الاستغفار فكرته إيه؟ أنه بيشغل عقلك الباطن وبتسأل نفسك وانت بتقول أستغفر الله فين الخلل في حياتي، كأنك بتعمل جرد لحياتك، كأنك بتعمل سكان، يا ترى الخلل في علاقتي بأبويا وأمي؟ لا الحمد لله. طيب أستغفر الله، يا ترى الخلل في فلوسي؟ لا الحمد لله مالي حلال. أستغفر الله، يا ترى الخلل أنا بغضب بسرعة وبغلط في الناس؟ أستغفر الله، فيعمل توبة فتوب إلى الله. فوانا بستغفر افتكرت ان في حسابي فلوس، الفلوس دي مش بتاعتي، والفلوس دي ما كانش المفروض تدخل حسابي، لا الفلوس دي لازم ترجع. استغفر الله، لا وقفت الاستغفار وقمت ساب السبحة اللي انا بستغفر عليها وقمت ماسك التليفون بتاعي بسرعة. ما هو الاستغفار المفروض يخلي الواحد يتقي الله. هو ايه قيمة الايمان لو ما تحولش الاخلاق؟ فلقيت نفسي مدفوع ان انا اقوم عامل تليفون، يا فلان احنا كنا اشتغلنا كذا كذا مع بعض، انا في حسابي فلوس مش بتاعتي. قلت له انا بس المبلغ هيوجعني شوية فانا هرجعه لك بس في شهر نوفمبر، يعني الشهر الجاي. فالراجل قال لي متشكر جدا، وقفلت السكة وانا بين حاجتين، فرحان ان الاستغفار ادى الاخلاق والى تقوى الله، وفي نفس الوقت موجوع على المبلغ. نسيت اقول لكم ان في وسط ما انا بكلمه جالي مسد كول اسم عبد العزيز. قلت عبد العزيز بيكلمني ليه؟ ده بقاله سنه ما كلمنيش، طب اطلب عبد العزيز. لقيت عبد العزيز بيقول لي يا دكتور انت ليك عندي مبلغ عايز ابعته لك. قلت له المبلغ قد ايه يا عبد العزيز؟ والله يا جماعه ضعف المبلغ اللي انا هدفعه للراجل التاني بالملي. انا بحكي لكم حكايه حصلت لي قريب. لا اله الا الله، سبحانه سبحانه، فعلا فهمت الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جات لي الفلوس من هنا عشان أسدد الفلوس هنا، عشان تبقى لي فلوس كده، عشان ربنا كريم، وعلشان الاستغفار أدى بي أن أنا أتقي الله، ما يبقاش كلامه خلاص، وتقوى الله كانت نتيجتها رزق كبير من الله. بسمة أمل للي يعيش باستغفار الله وذكر الله، واللي يتقي الله، واللي يفهم الدين على إنه أخلاق، واللي يبقى عنده يقين إن تقوى الله تجيب رزق واسع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسمة أمل.